باخوس 1496 1497 هو عبارة عن تمثال رخامي للنحات والرسام والمهندس المعماري والشاعر مايكل أنجلو الإيطالي. التمثال هو إلى حد ما على حجم الحياة، ويصور باخوس إله النبيذ الروماني في وضع مخروطي يشير إلى حالة سكر، بتكليف من رافائيل رياريو الكاردينال الرفيع المستوى وجامع المنحوتات الأثرية. تم رفضه من قبله، واشتري بدلا من ذلك بواسطة جاكوبو غالي مصرفي رياريو وصديق لميكيلانجيلو جنبا إلى جنب مع بيتا باخوس. هي واحدة من اثنتين من المنحوتات على قيد الحياة من الفترة الأولى للفنان في روما.